بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نواصل كلامنا عن التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، ودي الحلقة رقم 38. احنا بنتكلم عن القرن السابع الميلادي. احنا سبق ذكرنا مخطوط الدير الأبيض بسوهاج، وحكرر تاني أهم التواريخ المرتبطة به عشان ما تحصلش لخبطة. المخطوط ده منسوخ آخر القرن العاشر الميلادي أو أوائل الحداشر للميلاد، ولكن بيحوي هذا المخطوط جزء من نص القداس الإلهي، القداس الباسيلي. النص بتاع القداس ده من النص من القرن السابع، يعني الناسخ اللي كان بينسخ المخطوط آخر القرن العاشر كتب أو نسخ في هذا المخطوط، نسخ في هذا المخطوط جزء من نص القداس اللي كان قدامه، اللي كان بيعود إلى القرن السابع الميلادي. والعلماء لما درسوا هذا النص بتاع القداس قالوا إنه يعود إلى القرن الرابع الميلادي بأدلة طبعا وبراهين. فلما أقول أن النص الكامل لمجمع القداس الإلهي، المجمع بتاع القديسين يعني، بحسب مخطوط الدير الأبيض بسوهاج والذي جرت نسخته في القرن السابع الميلادي، بأقصد هنا إن النص اللي أنا هقوله دلوقتي كان بيتصلى به في الكنيسة لحد القرن السابع الميلادي ولحد القرن أيضا العاشر، لأن ده الوقت آخر العاشر، لأن ده الوقت اللي نسخ فيه مخطوط الدير الأبيض بسوهاج. نص المجمع في هذا المخطوط يقول إيه؟ النص الكامل: وحيث أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك، تفضل يا رب أن تذكر آباءنا الذين أرضوك منذ الدهر، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والمبشرين والإنجيليين وكل صديق أكمل حياته في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين مريم التي ولدت الله، التي بصلواتها ارحمنا جميعا وخلصنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. خلاص، هو ده المجمع بتاع القدس. المجمع في سيرته هذه هو وثيقة لترجية بالغة الأهمية، وإن كانت قد وصلتنا منسوخة من القرن السابع الميلادي، إلا أنها ترقى بلا جدال إلى ما قبل ذلك بقرون أخرى على الأقل. لما المجمع بيجي بهذه الصورة الموجزة والشاملة في آن معا، وبنفس بدايته ونفس نهايته التي نعرفها في الكنيسة حتى اليوم، بيتأكد لدينا أن اسم العذراء القديسة مريم والدة الإله هو الاسم الوحيد بين كافة الشهداء والقديسين الذي ظل يذكر علانية، بينما يضم المجمع كل امتلاء الكنيسة الواحدة شهداء وقديسين وبطاركة وأنبياء
ولكن بدون ذكر الأسماء. ومن هنا كان المجمع بصيغته هذه شاملا لكل أعضاء الكنيسة بلا تفريق أو انتقاء. مهمة أوي حكاية انتقاء دي، لأن احنا لما بنذكر بعض الأسماء، طب ليه ما ذكرناش الأسماء الأخرى؟ وده القديسين اللي في الكنيسة والشهداء اللي فيها يعدوا بالملايين، فليه أخذنا دول وسبنا الباقيين؟ فالمجمع بصورته هذه قد صار شاملا لكل صديق أكمل حياته في الإيمان. وبرغم الطول غير العادي الذي نراه اليوم في مجمع القديسين في القداس الإلهي، بعد أن أضيفت إليه أسماء غزيرة لبطاركة وقديسين على مراحل متتابعة وعلى مر القرون، برغم كده لم يرد فيه من أسماء الشهداء سوى الآباء الرسل والقديس استفانوس وكلمة الشهداء لتشمل جميع الشهداء بالإضافة إلى يوحنا المعمدان. احنا نعرف ان كرامة الشهداء في الكنيسة سواء هنا على الأرض أم في السماء هي أعلى بكتير من كرامة البطاركة والقديسين. وفي الكنيسة الأولى كان وضع رفات أحد الشهداء تحت المذبح هو بمثابة تكريس لهذا المذبح لكي يمكن أن تقام الذبيحة المقدسة عليه. فهل في حد يقدر يعيد الكنيسة إلى طقسها القديم البديع؟ ننتقل إلى نقطة أخرى. انحصرت التوبة العلنية تماما أمام الجماعة في القرن السابع الميلادي. التوبة العلنية يعني كان الخاطئ يجي يدخل الكنيسة ويقف قدام الشعب يعترف بخطاياه علانية. في القرن السابع بطلت هذه العادة واتخذت التوبة في الكنيسة طابع التقليد الرهباني، حيث صار المؤمن يمارس اعترافه أمام الكاهن سرا، وبدأ السر الكنسي كسر توبة واعتراف ينحصر رويدا رويدا في مجرد الاعتراف بالخطيئة على الكاهن، وذلك على حساب التوبة التي كان يلزم أن يقدمها التائب أولا أمام الله ثم بعد ذلك أمام الكنيسة كلها. كانت النقطة الخطيرة في الموضوع أنه في القرن السابع الميلادي اتجهت الكنيسة البيزنطية إلى اعتبار أن الاعتراف على الكاهن هو الطريق الوحيد للحصول على مغفرة الخطايا، وقد تبنى هذا الاتجاه ودافع عنه أناستاسيوس السنائي، تنيح سنة 700 ميلادية رئيس دير سانت كاترين في صحراء سيناء. والرجل ده قاوم بشدة تعليم الكنيسة القبطية ومعها الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة عن الطبيعة الواحدة في شخص السيد المسيح، وقد ربط في تعليمه بين الاعتراف والتناول رباطا صار من المتعذر معه بحسب تعليمه يعني التقدم للتناول في أي مرة قبل الاعتراف أولا على يد الكاهن. كانت هذه هي البذرة التي أنبتت عوسجة غريبة عن تقليد الكنيسة الأصيل. ليه؟ لأن ترسخ في ذهن الناس أن غفران الخطيئة مرتبط فقط بأننا نروح لأبونا عشان يقرر التحليل،
لكن لو واحد أخطأ ودخل أوضته وصلى قدام ربنا عشان يغفر له خطيئته، بقى أصبح الإيمان بغفران المسيح للخطيئة ضعيف جدا مقابل هذا التركيز الشديد على الاعتراف على الكاهن. غفران الخطيئة بيكون أمام الله وأمام الكنيسة، وإذا سقط الغفران بتاع الخطيئة كونه موجه أصلا إلى الله يفقد الإنسان معنى التوبة. فالإنسان باختصار كده بيقف في بيته في قطه ويصلي للمسيح إنه يغفر له خطيئته فيغفرها. ده وعد المسيح، هو قال كده. وبعدين الإنسان بيروح الكنيسة عشان يتقدم للأسرار المقدسة ويشترك فيها، لازم ياخد سماح الكنيسة، لأن الخطيئة بتبقى ضد الله وضد محبة الجماعة وشركة الكنيسة أيضا. فبيروح للجماعة أو بيروح للكنيسة عشان ياخد سماحها بالاشتراك في الذبيحة المقدسة مرة أخرى، والكاهن هنا نائبا عن الجماعة. ده باختصار، لكن موضوع سر التوبة والاعتراف هيحتاج كلام طويل، ليس وقته الآن. من العجيب أنه بعد 13 قرنا، بعد 13 قرن تقريبا من زمن أناستاسيوس السينائي السابق الإشارة إليه، بيظهر لاهوتي أرثوذكسي شهير في الكنيسة البيزنطية نفسها، هو الأب ألكسندر شميمان، تنيح سنة 1983 ميلادية. يقول في كتابه عن الصوم الكبير: ما هو دور سر الاعتراف في التهيئة للتناول؟ إن طرح هذا السؤال واجب، لأنه في كثير من الكنائس الأرثوذكسية تنمو عقيدة أصبحت مقبولة اليوم عموما تؤكد أن المناولة للعلمانيين مستحيلة بدون الاعتراف والحل، ولو رغب المرء أن يتناول مرارا فعليه في كل مرة أن يعترف، أو على الأقل أن يذهب إلى الكاهن ليحالله. لقد حان الوقت أن نقول علنا إنه مهما كانت الأسباب التي دعت إلى هذه العقيدة وممارستها، فهي لا أساس لها في التقليد، وهي تقود إلى انحرافات خطيرة في العقيدة الأرثوذكسية للكنيسة وسري الشكر والتوبة فيها. ننتقل إلى جزئية أخرى. أقدم إشارة تصل إلينا عن لقان خميس العهد في الكنيسة القبطية ترجع للقرن السابع الميلادي في زمن البابا يوحنا الثالث البطريرك الأربعين، اسمه يوحنا السمنودي. عرفناه من القديس يعقوب الرهاوي اللي قضى في الإسكندرية عدة سنوات، فبيقول أن الأقباط لا يعرفون طقس تبريك الماء في عيد الغطاس، بل لم يكن هذا الطقس معروفا في مصر حتى القرن الاثناشر الميلادي. يعني إيه؟ يعني حتى القرن الاثناشر ما كانش في الكنيسة القبطية حاجة اسمها لقان عيد الغطاس، لكن لقان خميس العهد كان معروف في الكنيسة القبطية من زمان، أقدم إشارة عنه بتعود إلى القرن السابع الميلادي. أنا بنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل لما يجي أوان. قداس الماء المعروف لنا اليوم في لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطية منقول عن تقليد بيزنطي بيعود إلى القرن السابع الميلادي، وبالتحديد من إفشين الظهور الإلهي
البطريرك الأورشليمي سوفرونيوس. احنا جبنا سيرة الراجل ده قبل كده في حلقات سابقة. القداس ده اللي بيبدأ بعبارة عظيم أنت يا رب، وإن عددا كبيرا من المصطلحات اليونانية في هذه الصلاة التي تعرفها الكنيسة القبطية اليوم مستعار من صيغة الصلاة البيزنطية. ننتقل إلى جزئية أخرى. لدينا شهادات صريحة تقرر السماح بعقد زواج جديد، زواج ثاني يعني، للزواج البريء، وذلك منذ بداية القرن السابع الميلادي. أما الأنبا ساويروس ابن المقفع اللي عاش لحد في القرن العاشر، أسقف الأشمونين، بيقول عن الزيجة الثانية: إن ماتت المرأة الأولى لأحد المؤمنين فإن له أن يتزوج ثانية، وإن كف كان أحسن. ويكمل يقول: فأما الثالثة وما بعدها فإن الفاعل لذلك هو مخطئ وآثم جدا ولم يفكر. ولقد منعت قوانين البابا كيرلس الثالث ابن لقلق في القرن الـ13 أن يتقدم أحد من أولاد الزوجة الثالثة إلى أي درجة من الدرجات الكهنوتية ولو كانت بكرا. ننتقل إلى جزئية أخرى في أصوام وأعياد الكنيسة. في القرن السابع الميلادي حدث استرجاع خشبة الصليب المقدسة من بلاد الفرس إلى أورشليم على يد الإمبراطور هرقل سنة 630 ميلادية، ورفعوا على الجلجثة في المدينة المقدسة، فعرف هذا اليوم باسم عيد إعلاء الصليب أو رفع الصليب. العيد ده بتعرفه الكنيسة البيزنطية والكنيسة الغربية أيضا، لكن الفرق بين التقليدين البيزنطي والغربي هو أن الكنيسة البيزنطية تعني برفع الصليب أي تذكار رفع الصليب المقدس على الجلجثة بواسطة البطريرك مكاريوس الأورشليمي سنة 326 ميلادية، حين يظهر من سيرة القديس يوحنا ذهبي الفم ومن قصة مريم المصرية وغيرهما أن الكنيسة الشرقية كانت تعيد بهذا العيد قبل استرجاع الصليب من الفرس في القرن السابع الميلادي. لكن الكنيسة الغربية العيد عندها هو لتذكار رفع الصليب ونصبه في الجلجثة بعد استرجاعه من الفرس في عهد الملك هرقل. الجدير بالذكر هنا أن الكنائس الشرقية قد ضمت هذا الحدث الأخير إلى عيد رفع الصليب الذي حدث قبلا سنة 326، وعيدت له أيضا في يوم 14 سبتمبر اللي بيوافق حاليا 27 سبتمبر بالتقويم اليولياني. هو ده العيد الأولاني عند الكنيسة البيزنطية للصليب، وهي بتعيد له مرة تانية في الحد الثالث من الصوم المقدس الكبير، وبيسموه عيد السجود للصليب الكريم المحيي. وكان من تداعيات هذا الحدث أن أضيف أسبوع ثامن على الصوم الكبير، حيث عرف الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني اللي هو الأسبوع الثامن اللي أضيف على بداية الصوم عرف باسم أسبوع هرقل، وذلك في كل الشرق. لكن إيه سبب هذه التسمية؟ ليه اتسمى الأسبوع الأولاني من الصوم الكبير أسبوع هرقل؟ في سنة 614 استولى شاهر براز قائد جيوش كسرى الثاني ملك الفرس على مدينة القدس.
استولى على مدينة القدس وحرق كنيسة القيامة واستولى على عود الصليب وخده عنده في بلاد الفرس. فصمم هرقل على الهجوم المباشر على كسرى في عقر داره، واستطاع بعد حرب دامت 6 سنين أن يحرر مملكته بأسرها من يد الفرس، وتم الاتفاق على تسليم عود الصليب واستلمه هرقل. وفي أثناء عودته طلب منه اليهود اعطائهم الأمان، ففعل اداهم الأمان ودخل بعود الصليب إلى المدينة المقدسة. كان سنة 630 ميلادية، فعرف هذا اليوم باسم عيد إعلاء الصليب أو رفع الصليب. لما عاد هرقل إلى بيت المقدس، إلى القدس، إلى أورشليم، وجد المدينة خراب، لأن اليهود هدموا الكنائس والقبر المقدس وموضع الجلجثة وغيرها، أحرقوا النصارى بالنار. فسأله أهل القدس قتل جميع اليهود، سألوا هرقل يعني أنه يقتل اليهود، فاعتذر لهم بالأمان والأيمان التي تقدم بها لهم. قال لهم يعني أنا أمنتهم وأقسمت لهم أن أنا مش هعمل لهم حاجة. قالوا له أما الأمان فقد علم كل أحد أنهم احتالوا عليك فيه، وأما الأيمان، الأيمان اللي هو القسم اليمين يعني، فنحن وجميع النصارى بكل الأقاليم نصوم عنك أسبوع في كل سنة على ممر الأيام إلى انقضاء الدهر. فأمرهم هرقل بقتل اليهود، فقتل منهم ما لا يحصى، ولم يبق منهم إلا من اختفى وهرب إلى الجبال. وكتب البطاركة والأساقفة إلى جميع البلاد بصوم أسبوع، هو ذا الأسبوع الأول من الصوم. وكان في ذلك الوقت البطريرك على الإسكندرية أندرانيكو 37 من البطاركة. فاستقر هذا الحكم في الكنيسة القبطية إلى يومنا هذا. وصمة عار في تاريخ الكنيسة. الغريب أنه بعد زمن هرقل ألغت الكنائس الشرقية هذا الأسبوع الثامن من الصوم اللي حطوه في الأول خالص، حيث نعرف من قوانين مجمع ترولو القرن السابع، وهو ذو أهمية بالنسبة لنا زي ما قلنا، أن 7 أسابيع صوم قد تعمم استعمالها في الشرق، وذلك بعد أن ضم أسبوع الفصح إلى 40 المقدسة. وهكذا استقر الصوم الكبير في كل مكان تقريبا بصورته الراهنة منذ القرن السابع الميلادي. لاحظوا في كل الكلام اللي أنا قلته دلوقتي أنه لم يكن للكنيسة القبطية أي دخل في هذه الأحداث، لا من قريب ولا من بعيد. يعني لم يشترك الأقباط في هذه الحادثة على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. لكن كل اللي حصل أن مصر كانت مستعمرة أو ولاية رومانية تتبع الإمبراطورية البيزنطية، وبالتالي نفذت التعليمات التي سادت على كل الإمبراطورية البيزنطية. والعجيب أن الكنيسة القبطية ظل فيها أسبوع هرقل قائما حتى اليوم. ونعلم من الرسالتين الفصحيتين للبابا بنيامين الأول اللي بيذكرهما يوحنا الدمشقي أن قد صارت المدة الإجمالية للصوم 8 أسابيع،
ويذكر سعيد بن بطريق البطرك الملكاني، ده من أبرز البطاركة الملكيين في مصر، من أبرز البطاركة الملكانيين في مصر، كان طبيبا ومجادلا ومؤرخا. بيذكر في كتابه نظم الجوهر عن جمعة هرقل ما يأتي: أهل مصر القط إلى الآن يصومونها إلا الشام والروم الملكية، فإنهم بعد موت هرقل رجعوا يأكلون في هذه الجمعة بيضا وجبنا وسمكا. جميع الكنائس بعد موت هرقل ألغت هذا الأسبوع، لكن اعتاد الأقباط أن يضيفوا ولا يحذفوا. جدير بالذكر هنا أن ما أورده قطمارس الصوم الكبير عن الصوم الكبير يستند في أصوله الأولى إلى ما كتبه سعيد ابن بطريق البطريرك الملكاني. كما نعرف أيضا عن استمرار صوم هذا الأسبوع في مصر في زمن البابا أبراهام ابن زرع السرياني في القرن العاشر، لأن هذا الأب البطريرك حين رفض أن يصوم جمعة هرقل مع الأقباط اتفقوا على أن يصوم معهم هذا الأسبوع في مقابل أن يصوموا معه صوم نينوى لثلاث أيام، واتفقوا مع بعض على كده، هو يصوم معهم أسبوع هرقل وهم يصوموا معه ثلاث أيام نينوى. بيقول التاريخ: ولتقواه وافق الأقباط على هذا الأمر. ويحكي لنا التاريخ بإثباتات أنه بعد نياحة البابا أبراهام بن زرعة لا نجد ذكر لصوم نينوى في الكنيسة القبطية على مدى 256 سنة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. ربنا المجد دائماً.